أنا من سوريا من حمص، عندي إقامة سنة، طعنت بالحكم إجاني رفض. أنا إن شاء الله بيعطونيها شهر، بس بدي أولادي. أنا عايش نص هون ونص تركيا، والوضع بتركيا أقسم بالله أنا موجوع، وكل هاي الأخوة موجوعين. أنا موجوع في تركيا مستأجر بيت، يعني الأولاد على طول عم تخرسهم أمهم مشان صاحبة البيت ما بتحكي غير يا كلاب ويا كلاب. والله العظيم موجوعين، أنا لا أكل أكل ولا نومي نوم، أقسم بالله العظيم مريض على طول. أنا مطالبي ودي أولادي لم شمل، بدي أقول له تسئيل على السنة يجيبون أولادنا. نعم كل أوروبا أبدا، مثل ألمانيا مثل هولندا مثل النرويج مثل الدول الأوروبية، بدنا أولادنا. يعني صعبة صعبة، اللي بيجربها بيحسن يعيش من دون أولاد. صار لي 3 سنوات أنا طالع بالرابعة، والله نسوني. بحكي أنا عندي ابني ما شفته، طلعت كانت حامل عيلتي، طلعت والله ما شفته، ما بيعرفني. حتى الكبار الكبار عم يسوني، صدق يعني 3 سنين وهي الرابعة. والله العظيم تعبان أنا، ونترجم للسلطات النبسوية اللي مسؤول عنها الأمر هذا، بيطلعوا علينا على الموجوعين. إحنا شو جابنا من سوريا؟ اللي جابنا من سوريا الظلم والقتل والاعتقالات والموت. إحنا إجينا نطلع من الموت وبدنا نجتمع، ما بدنا نفرق حالنا. أنا بديرة وأولادي بديرة، والله يجزاكم الخير وشكرا لكم، وشكرا للجميع كل من ساهم بهذا الأمر، شكرا لكم. أنا من سوريا من إدلب، عيالي بلبنان، وعطوني إقامة سنين وأجاني تترفض عليها، طلبي أنه أنا مثلا أجي أجيب أولادي. يعني هلا بلبنان عم بيقتلوا العالم بالسوري، الطفل عمره 9 سنوات قاتلينه بالشارع. طيب هذا مو ظلم هذا؟ طيب أنا أولادي صار لي 4 سنين ما شفتهم، يعني شو آخرتها؟ طلبي يا يعطوني إقامة على السنة أجي أجيب لمشمل، يا يعطوني ترحيل روح على ألمانيا أبصم بألمانيا، تسهيلات الإيجاريات. بس هذا طلبي بس.